شكرا جزيلا احمد، اهلا بحضراتكم مشاهدينا في هذه النافذه من امام معبر رفح على الجانب المصري، حيث لا تزال وتتواصل العمليات العسكريه الاسرائيليه من الناحيه الاخرى من رفح الفلسطينيه. منذ دقيقتين تقريبا استمعنا الى دوي انفجار كبير كان من قبل المدفعيه الاسرائيليه التي تستخدم قنابلها في اطلاقها على مناطق شرق مدينه رفح في ظل اشتباكات كانت تدور في ساعات الصباح وصولا إلى ما قبل ساعتين من الآن بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في أماكن وأحياء مختلفة من مدينة رفح، تحديدا في شرق مدينة رفح. وأنا أتحدث إليكم الآن أستمع أيضا إلى بعض الطلقات والأسلحة المتوسطة، الأسلحة الرشاشة التي تستخدم بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية في أحياء متفرقة من مدينة رفح منذ صباح اليوم، وهذه الاشتباكات تدور رحاها من وقت إلى آخر من خلال الأسلحة المتوسطة بالإضافة إلى المدفعية التي لم تستخدم كثيرا في صباح هذا اليوم، وأن استخدمت بكثرة بعد مغيب شمس هذا اليوم وصولا إلى هذه الساعة. على أي حال، هذه الفصائل الفلسطينية التي تقول أنها قامت باستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من مناطق شرق رفح بالإضافة إلى مناطق أخرى في قطاع غزة، أبرز هذه المناطق شارع جورج، هذا الشارع الذي يشهد اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بين الفصائل الفلسطينية وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي طوال 48 أو طوال 48 ساعة ماضية. تقول الفصائل الفلسطينية أنها استهدفت بعض الجنود وقنصت أحد الجنود الإسرائيليين في هذه المنطقة، إضافة إلى أن فصائل أخرى أعلنت استهداف دبابة من طراز ميركافا الإسرائيلية في هذه المنطقة. وفيما يبدو أن قوات الاحتلال تحاول التوغل من خلال هذا الشارع، شارع جورج، ذلك الشارع الرئيسي التجاري الذي يفصل بين معبر كرم أبو سالم، حيث كان من المفترض أن تدخل الشاحنات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة من خلال مدينة رفح إلى منتصف أو إلى وسط مدينة رفح. وبالتالي فيما يبدو أن قوات الاحتلال تريد استخدام هذا الشارع من أجل مزيد من التوغل، مزيد من التدخل إلى مدينة رفح أو بالقرب من وسط مدينة رفح، بالإضافة أيضا إلى اشتباكات تدور رحاها في أحياء مختلفة من مدينة رفح، تحديدا في شرق مدينة رفح، لا سيما في حي البرازيل وأحياء أخرى متفرقة.